اطلع برا اطلع برا خلاص خلاص اطلع برا ما نضحك عنك ما نضحك ولا قلت اسم امك ترى بقول اسم امك اسم امك لا لا والله اقول اسمع 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 نقول يلا اطلع ما نضحك عنك ما نضحك يعني قدرك هذا ترى يتابعون 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 هالديوان اطلع لا تفضحنا اطلع والله شو كبنا الديوان اطلع خلاص ما عندي مشاكل ما عندي يضحك عنك تك تك والله والله ما عندي ضحك خلاص يا اخي وانا جالس مع بركان كني كذا في دائره حكوميه بسم الله عليك الحكم فيه نمله عازمه صديقاتها استراحه لا في في استراحه ديراب حلو ترى انا الان قاعد اتكلم معك كان اول مره اسمعها يلا اوكي النمله دي اللي عازم صديقاتها يمكن هم اربع نملات والنمله الخامسه هي اللي عازبتهم حلو هم اربع واحده هم واحده هم خمسه بس اللي ذي الخامسه ذي مقشعه عازمه الاربع هذول الدشير هذا حلو راحه والنملات هذول عندها ولا يشيشون النملات تخيل النملات يشيشون بعد طلعوا يشيشون تخيل يوم تأكدت أنا لقيت لهم هاشتاق طلعوا يشيشون تخيل حلو في بركان في بركان تخيل احنا في بركان يعني من النكت اللي طلعت قصة حياة والله حلو والله والله حلو المهم بركان النملات استغربوا قال لي كنت جهة من القبض طولت ما جابت شلون شلون هم جوهر الاستراحة الآن صح ايه هم الحين معزومين النملات اجوا سياره ولا اوبر لا طلع اللي جايبهم اقرب الناس مو مطرف اللي هو اللي منقذهم وجايبهم هناك اوكي الخفيف حلو المهم اضحك ولا لا باقي اصبر قلت لك كذا فعطها الضحكه اللي مصارينك تطلع برا انقصت والله مالك ولا اسد فاهم مالك اللي يطلع كبده الحين ما يسأل أبعادي ولو كبشي والله من يدها نشاربك يا قليل الأدب أبيض وجه يا وسخ أطلع برا أطلع برا شهود أطلع برا أطلع برا خلاص ساقط في التمثيل أبركان لا تقبله هذا حتى لو يجيك يقول عندي وعندي لا تقبله ساقط أنا أبركان معطيني وكالة شرعية في كل شيء معطيني وكالة شرعية فاهم ولا لا يا قليل الأدب لا تسوي على بالك يا الله إذا ما يهمني أنا ما عندي عنصرية الشغل شغل والأمانة أمانة فاهم ولا لا صح الله يقطع ذا العين دي يعني بنادم معرض الخطأ يا أستاذ سعود انطم المهم النكتات اللي النكتات النملات راح أديك طولت ما جابت القهوة الشاهي يعني هم وصلوا عندها اي هم وصلوا عندها ابو ركان والنملات ما جابوا مطورت ما جابت القهوه والشاهي المهم قالوا النملات خلونا نروح ندورها يمكنها يعني جاها شيء ولا فحطت وهي راح عند المطبخ تدري المهم راحوا العذاب الواجد راحوا بيتهم راحوا بيتهم لا هم في نفس البيت في نفس البيت ابو ركان هم في نفس البيت هم في استراحه ولا في البيت في استراحه ابو ركان هم في قلعه وادرين خلني اكمل لك النكته يرحم والديك عرفت يجعل ابوك في الجنه خلني اكمل النكته الله يرحم والديك لا اجيك طول عمر والله في بيتك محاولة قتل سم. أنت معي؟ إنك هم كانوا جالسين في المقلط بروحوا للمطبخ يشوفوا الله يا الله بقى شوي خلني أخلصها لك دقيقة أنا قاعد أقول لك قاعد أقول لك النكتة هي النملة النملة هذه شفت النملة النملة شفتها اللي راحت تجيب لك هوا والشاهي راحوا النملة تو يدورون يقول روح نجيبها علشان طورت ما جاتهم أي بس خوياتها يعني افتقدوها قالوا خوياتها ملعين والدين حقين منتهين مره منتهين قلت الاول داشرات ذا اي هم داشرات هم اصلا هم يبون يخربون ذي عشان هذه توا معرسه على على نمله توا معرسه والنملات هذول يبون يخربونها يبون يطيحونها في الشيشه وبعد الشيشه شوي 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 الين يطيحونها في المخدرات لا لا هم هي اصغر منهم ولا اكبر في العمر يا اخوي وحدت انا مخيسه عرفت ذيك اللي مغوايش اللي تمشي كذا ما تدري وش السالفه اللي تعتبرها قضيه ما عرفت سعود اضحك معكم ولا لا اضحك خليك النكته الاخيره لا لا لا, 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 لا يا الله
راح وقاموا من المقلط قاموا والنملات ذول الدشير قامت النملات وي 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 خلنا نروح نشوف دقيقه طيب. اسمع لو باب المقلط مقفل ولا دخلوا من تحت عشان بس عشان حكيت انا شايف الصراحه اكون دقيق لا 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 ما في هم اصلا ما عندهم بيبان يدخلوا من تحت البيبان اوكي لانهم هم اصحاب السوق شوف كيف سبحان الله كيف دخلوا اللي هم الاربع اللي هم الاربع يبون يخربون من هو حياه ذيك ذيك توهم عرفه وقالوا هذه قصتها يبون يخربون حياته درون هم عرفه على واحد وجودي قال خلنا نسحبها شوي شوي قال خلنا ندورها شوف اصحاب السوق انا توقعت الله يربي. توقعت ابو راكان يا ابو راكان تكفى حط شحمه خلنا نخلص النكته سام سام فاهم ولا لا اسف حتى لو انسجن ما عندي مشكله خلنا نخلص النكته تبسم راحوا يدورون راحوا يدورون النمله ذيك راحوا يدورون النمله ذيك النمله ذيك طولت النمله ذيك طولت حلو أي. الاربع راحوا يدورون النمله ذيك اي اللي طولت طولت إيه. هم جوا معزومين آه! خلنا نقول بقى الحفه نبدا خشمك بقى خلاص الاخيره خلنا نقول عشان نضحك خلني عشان نقول عشان نضحك خلاص انتهت انا انا اسف اني قلت نكته اسف المهم النمله هذه تخيل راحوا يبون يشوفون وينها ناشبه فيه وينها لا طولت ما جابت القهوه والشاي ليه تاخرت عليهم يا اخي تاخرت هي اصلا متاخره هي متاخره اصلا خلقه متاخره هي خلقه هي متاخره خلقه يعجبوك في الجنه ايه والديك هم حسوا انها تاخرت قالوا وين راح ايه سبحان الله المهم ليه ما اتصل على جوال يمكن انها كانت امريكا 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 كلموها كذا صوت النملة كلموها نو نو النكتة بقى هنا عشان نفتانس صراحة عشان نضحك صح زين اوكي ايه عشان نضحك هي النكتة باقي الأخيرة ونضحك ونفتك من وجهك حلو زين نفتك من وجهك حلو خلنا نخلصها اوكي سلم والله باين فيها حلو قسم أول مرة أسمعها خلنا نستأنس يرحم أمك طرفيني هم أنا فيني هم أنا دايما منتفخ نفساني منتهي حلو المسلمين رقدوا الناس كلهم رقدوا أنت معي هذه طقعة مو الله يلعن جدك عندي سهدي الله يكرمكم كل السامعين أبو دارك أنت صاحي إذا جات الضحكة علمني ها قومني قبلها بدقيقة زين ما لومك انتظرك قبل الضحكة علمني يا أبو براكان النملة دي خلاص راحوا النملات يبون يدورونها حلو يا ابو كان احنا في توقيف العريجه يرحم امك وانا قاعد اقول فايز وش قضيتك يا فايز؟ فايز ايش قضيته؟ عليه شيك بدون رصيد سعود مسوي طالع منها يا عم مسويك اي مسجد لا قلك فيها سعود اسلم المهم لا تجي الراجع ترى عليه الحكومه على الطم اطلع برا اطلع برا انا من يوم شفتك كرهتك الحين كرهتك انا كرهتك والله العظيم كرهتك الان المهم يا ابو راكان راحوا النملات عشان يشو يجيبونها يجيبون خويتهم يدورونها يعني اي هم خلاص يعني خلاص ما عاد الا يشوفونها وينها في لانها تاخرت عليهم اي لانها تاخرت عليهم إيه راح يلقوا التمر وقالوا ويني ايوه الله شو اسمها رفعه والله طلعت قصة هذه طالع مسلسل ما بنكتب طيب معي رفعه ذي النمله ذي رفعه طولت ما جابت ذي وش صار خوياتهم وش اسمها الخويات الاربع خلاص ما رجع اسمها خلاص ما رجع خلاص اذا بتعصب انا ما رجع
كمل والله مجنون النكتة. المهم طولت وراح يبون يشوفون يشوفون هواي هناش بيبي راح المطبخ. أيوة بغى يقرصني. تخليني اقولها ولا لا؟ بس سعود انا بسال عشان الشباب في الاستراحه لو سالوني هي النمله زيدي هذه فرق اللي بغت تقرثني. لا هذيك هذا مسوي نحت ذي يا فايز. هذا مسوي نحت. عرفت خلاص. طيب يا ابو راكان. المهم يا ابو راكان الا والله يا ابو راكان طولت راحوا النملات يبون يشوفونها فيه. ليش؟ بيطمن على خويه ترى تتاخرت. ليش؟ لان تاخرت عليهم يوم عزموهم. ليش؟ لان راح تجيب لا وتاخرت عليهم. يا حيوان يا شيخ ما ودي اقول ذا كلام. ليش؟ قل ليش تكفى؟ لان عزمتهم ودول عندهم يا ابوي ودونا للنيابه العامه يا اخي. هذا ما يفهم هذا. هذا الا مجيم على ذي. قل ليش؟ طيب قل ليش؟ لن معروف لان هذول وراهم دوام وهذه تاخرت. اوه نو. ليش؟ قل ليش؟ تكفى قل لا. يعني الواحد ذكي يعني هذه فرس المؤمن. اوه قل ليش؟ قل ليش؟ ليش؟ لان هذه قل ليش؟ وقال لك قل ليش يا فايز؟ قل ليش؟ اذا في امك خير قل ليش؟ طيب صبرك بقوله الحين بس لانهم هم عندهم دوام وتاخروا يوقعون بالبصمه النملات يا اخي. قل ليش؟ لا قل ليش ابو مطرب خليه يقول ليش يا اخوي. دقيقه هو قال لك لانه قال لك بس قل ليش. تكفى يا فايز. طلبه هذا عقالي عندك. قل ليش. تكفى يا فايز. الله يرحم لي والدك. بس قل ليش. لا يا اخوي قل ليش يا اخوي. يقول لك ساعه ونص يقول قل ليش. قل ليش ترى ما يجيك شيء. لو قلت ليش انت القصه كلها. قل ليش. فهمك. لانه يرحم امك يا ركان. قل ليش يعني فهم. طيب ممكن تسمعني. النمله هي شبه ذي يا اخوي. انت جالس مع محششين. يلا انا بدارك. قل ليش. معروفه ما يبغى يسال لانهم تاخرت عليهم وعندهم دوام ومديرتهم. انت ما تقول ليش. تكفي يا اعتبرني يا اخي. انا من يا اخي انا يتيم يا اخي. قل ليش. انا بعد يتيم يا سيدي الانسانيه. قل ليش. قل ليش. انا بجاوبك على اساس تاخرت عليهم. اي تاخرت عليهم صح. وطولت عشان اعلمكم قصتها. ليش طولت. ليش. لان هي يوم راحت هم قاعدين في الاستراحه. لا فايز. ليش 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 ما تفتح اسوالف. انا اعتذر يا ابن حلال. قل ليش. يا مسلم قل ليش. انت افهم انت ولا لا. قل ليش. شفت. قل ليش. شفته. وش سويت. بغى يقرصني. نهار الله والنهار. هذا فقد على رهب يا ابن حلال. قل ليش. يرحم امك. قل ليش. ها قل ليش. انت قل ليش. تقدر تغير المكان عشان احس انه في المكان هذا فيه بلاء. قل ليش. تكفى. انا بقول لك بس الله يرحم والديك. انا خمنت. قل ليش. يرحم والديك. انا خمنت انهم قاموا يدورون عليها يوم تاخروا. اي هم دوروا عليها. يرحم امك. هم دوروا عليها. يرحم والديك. شفت. ايوه هم دوروا عليها. طيب ليش. ليش ولقوها. ولقوها. هم راحوا يدورونها. أنا داري إنهم راح يدورون. بس ليش دوروها وطولت عليهم ما جات. وين لقوها فيه. لأنها تأخرت عليهم.
صح ابو مطرف. والله العظيم اني صدعت والله والله العظيم اني صدعت قسما بالله. يس ارسل لي ارسل لي الاسعاف. ايش مين سين؟ طيب صبر 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 بدي اقول طيب. على الشيوخ في الشيوخ يقدرون زين. انا انا طيب ليش ليش يا سعود يدورون عليها؟ ليش ليش وين لقوها؟ يدورون عليها. لا وين لقوها؟ يمهم يدورون عليها وين لقوها؟ انا ما ادري. انا ماني انا ماني معهم يا سعود. ما ادري وين لقوها. يرحم امك. يرحم والديك. وقال ما تقدر تقول ليش. ليش ما تقدر تقول ليش يا مسلم؟ خاف ثلاث حروف. ثلاث حروف ليش؟ وين لقوها؟ قول لام. قول لام. طيب ليش ليش ليش؟ يا الله الله ما نصدق. لا 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 أفر. لا 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 قلش سعود قلش. طق النكتة يا حرام. انشب الثاني الحين العلم اللي يسافر معكم يا شيخ. لا 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 لقوها وين ناشبة؟ لقوها ناشبة في التبر. اضحك يا سعود اضحك الحين ولا شوي. اتلانس ارحب. لقاها ناشفة في التمر قايل. يو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا النكتة سعود.